هذا الكتاب من الكتب، هي طبعا هو طبعا مو فقط كتاب واحد، من الكتب اللي تغير مفهومك ونظرتك وطريقة انتقائك للكلام. كيف أنت تنتقي الكلام؟ كيف أنت تتكلم؟ كيف أنت تطور نفسك يكون عندك فنون الرد؟ مو كل عام وأنت بخير، كلنا بخير الحمد لله. فهمت؟ يعني مو يعني ما يكون ردود، ما تكون ردودكم بهذه الطريقة. كل عام وأنت بخير، وأنت كلكم بخير إن شاء الله. لا، اتعلموا يكون عندكم فنون الرد، الرد اللي يخلي الشخص يبغى يكون جار لك عشان ياخذ منك، يبغى يكسبك بأي طريقة، عشان مو انت بتعطيه فلوس، لا، انت بتعطيه حاجة بتوعيه، بتلهمه، بتوسع من مداركه. يا هلا وسهلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير. اليوم حابة أتكلم معاكم عن كتاب لامسني جدا. الكتاب اسمه الأذكياء، راح أصور لكم هو بعدين. كتاب الأذكياء للإمام أبي الفرج جمال الدين ابن الجوزي. الكتاب هذا يتكلم عن كيف إنه الإنسان يكون فطين وذكي، وكيف يكون عنده سرعة البديهة، ردود الفن بالمختصر الشديد، يكون عنده فن الرد السريع. طبعا أنا ما كملت الكتاب، ولكن قلت لازم أنزل فيديو عنه، لأنه كمية إنه أنا كل ما أبحث وأقرأ عن الدين كل ما ألاقي إنه ما شاء الله تبارك الله كمية المعلومات، وكمية إنه الدين بيتكلم عن جميع الجوانب حتى في تطوير الذات. هذه من الاقتباسات الجميلة جدا من فطانة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جار يؤذيني، جاره يؤذي أذية مو طبيعية. فقال له: انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق، انطلق وأخرج متاعك إلى الطريق، يعني روح خذ أغراضك من البيت وحطه في الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فجعلوا يقولون: اللهم لعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له مثلا خذ أغراضك وروح لبيت فلان، لا، عارف من الذكاء إنه إذا خرج شخص وأخذ كل أغراضه وحطه عند باب البيت، أكيد المارة من الناس حيسألوه: إيش فيه؟ إيش اللي خلاك تطلع أغراضك برا البيت؟ فقال لهم: والله جاري بيأذيني. فكل الناس قاموا ودعوا على الجار ووصلوا الكلام، وجاء قال له: والله العظيم بعد كده أنا ما راح أذيك. يعني 1 minute. من فطانة الصحابة رضوان الله عليهم، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يركب أبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف الطريق لاختلافه، يعني كان يتردد على الشام، يروح ويجي، فكان يعرف الطريق. فكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك؟ كان يسأل أبو بكر لأن القوم يعرفوه من هو. فقال: هذا يهديني، هذا يهديني. تورية لها معنيين، يعني هو له معنيين: إما أنه دليل الطريق الذي يقوده في دروب الصحراء حتى لا يتوه، وهذا المعنى الذي فهمه السائلون. يعني الناس لما قالوا له من هذا، قال من قال له أبو قال لهم أبو بكر هذا يهديني، فظنوا إنه هو بيهدي، يعني بيدل على الطريق. طبعا زي ما قلت لكم، أعطيتكم اقتباس من الكتاب، كتاب الأذكياء. الكتاب هذا يعلمنا كثير من الأشياء، منها إنه نحن كمسلمين، أنا المغزى من الموضوع هذا كله
إنه دين الإسلام فيه كمية كبيرة من المعلومات والعلم اللي الحين نقدر نقول الغرب أخذوه أو اكتشفوه مؤخرا. فهمت علي إيه؟ يعني عندكم تطوير ذات موجود عندنا لأدق التفاصيل اللي هي فنون الرد، كيف إنه الإنسان يقدر يتعلم ويصير ذكي ويكون عنده الفطنة ويكون عنده سرعة البديهة إنه يرد بطريقة ما تؤذيه وبطريقة ما تحرج الشخص اللي قدامه، بطريقة سلسة جدا. تطوير الذات، الاكتئاب، الحزن، القلق، لدرجة إنه شوف الدين الإسلامي في أكلة تاكلوها تساعد على إزالة الحزن والقلق والتوتر وما إلى ذلك، لو بس نحن نركز ناخذ من مصادرنا، من هويتنا، مننا وفينا. والله العظيم نوصل مراحل لا نهاية لها، لأنه نحن أساسا في العلم العمر ينتهي والعلم لا ينتهي، والإنسان مو لازم يكون فقط متعلم في تخصص واحد، لا، تقدر أنت تكون إنسان مثقف، يعني عندك من كل شيء قطرة. يعني لو الشخص جلس معك وأخذ وعطى ما يمل، لأنه ما شاء الله تبارك الله يكون عندك من كل شيء قطرة. شخص يقدر الشخص ياخذ ويعطي معاك وياخذ منك ويعطيك. من الجميل جدا إنه أنت تكون عندك الفصاحة والبيان والذكاء وسرعة البديهة وانتقاء الكلمات، كيف تنتقي الكلمة؟ مو إنه أنا لا والله أنا عندي 28 حرف لازم أدمجهم وأطلع أي شيء قطرة. يعني لو الشخص جلس معاك وأخذ وعطى ما يمل، لأنه ما شاء الله تبارك الله يكون عندك من كل شيء قطرة. شخص يقدر الشخص ياخذ ويعطي معاك وياخذ منك ويعطيك. من الجميل جدا إنه أنت تكون عندك الفصاحة والبيان والذكاء وسرعة البديهة وانتقاء الكلمات، كيف تنتقي الكلمة؟ مو إنه أنا لا والله أنا عندي 28 حرف لازم أدمجهم وأطلع أي شيء، لا، خير الكلام ما قل ودل. في ناس ما تتكلم أبدا بس لما تتكلم تتكلم، وفي ناس تتكلم لدرجة إنه أنت ودك يكون معك بانادول عشان تاخذه من كثر الكلام اللي ما له داعي. ليش؟ لما يكون هنا فاضي اللسان يبغى يطلع، يبغى يفرغ، في هواء، في صدى جوه، يبغى يفرغ أي شيء. بس لما يكون هنا مليان ورزين ومحكم، لا والله. دقيقة، أنا شغلت الفيديو ولا ما شغلت؟ I will kill myself. I did not record. الحمد لله اني مشغل الفيديو. تخيل انه بعد هذا الكلام كله اكون انا احتاج سرعة البديهة. بس هذا كان وقتي معاكم، معكم شروق، وشكرا انكم تفرجتوا الفيديو للنهاية. لايك، شير، سبسكرايب، لا تنسوا تضيفوني.